خلعت طرابلس وجهها العسكري والعنفي ولبست وجهها الشرعي والسلمي. نقاط ثابتة داخل جبل محسن وداخل تباني، ودوريات متنقلة وراجلي داخل تباني وداخل جبل محسن. طب لأي درجة مش خايفين من أي ردة فعل من جوا يعني؟ نحن ثقتنا كبيرة بالناس وإن شاء الله بنكون عاد الثقة. في اتفاق مع قادة المحاور؟ كل الناس مرحبة بالموضوع. للمرة الأولى انتشرت عناصر قوى الأمن الداخلي إضافة إلى الجيش بالتزامن في جميع محاور طرابلس القتالية، وفي المنطقتين كان ترحيب سيد الكلام وتحديدا لدى وصول قوى الأمن إلى الخط الفاصل بين الجبهتين شارع سوريا. بنرحب بالجيش والدرك وأمن المعلومات، وهالجيش جيشنا والدولة دولتنا ونحن معه. كذلك نحن بنتمنى من الوزير مروان شربل، نحن بدنا حكمته بطرابلس، انه نحن اليوم المطلوبين، انه كذلك ملاحق اللي كانوا بالاحداث بين جبل محسن تبين، المطلوبين معروفين من المطلوبين. أهلا وسهلا من مسؤول الإعلام في الحزب العربي الديمقراطي. كانت فاتحة وصول سيارات الفهود وقوى الأمن إلى جبل محسن، حيث اعتادت البزة الخضراء المرقطة أن تلونه بدلا من البزة الزرقاء. أول مرة بنشوف البدلة الزرقاء هون بالجبل؟ لا يعني مش أول مرة، ولكن إيه بهالكترة إيه. بالمللين نحن عم نقول ما عنا أشكال. بتفوت الدولة وين ما بدها بتعمل اللي بدها اياه بجبل محسن، بتقلب جبل محسن فوقاني تحتاني، لانه بالنهاية هيدي شرعية لبنانية. وبعيدا من السياسة، كان لابد من استمزاج رأي المواطنين. قد ايه صار لك مش شايف درك؟ مش شايف درك صار لي فترة، والله فترة منيحة يعني ما اجوا لعنا نهائيا. طيب وشو يعني هلا اذا شفت؟ هلا والله ارتحنا نفسيا، ارتحنا وامنيا، يعني بنتمنى انه يتطبق هالشيء هذا على المنطقة كلها. وقت الدرك صار بين الجبل والتباني ريحك الموضوع تنزل على شغلك؟ لأنه حسب ما فهمت أنت ما كنت تنزل. لا ما كنت بنزل، لا بس هلا وقت اجى الدرك ارتحنا، بركي فينا ننزل ونطلع بس. مرتاحة وضعك وعم تأرجل؟ الحمد لله. والدرك؟ والدرك أحلى درك. شو هل أولادنا شو؟ ما بدنا نحبهم ونعزهم؟ وابني معهم أول واحد معهم ابني. إيمان بالموضوع؟ طبيعي مأمن، لأنه إحنا جماعة بدنا سلام، ما بدنا حرب ولا بدنا شيء، مأمنين مع الدولة ومع كل شيء تحت سقف القانون. برأيك كيف ممكن تفرط؟ تفرط إذا في طرف ثالث بده يلعب عدل. طيب شو تاني خطوة أنت؟ شو بتحب يصير هلا؟ إنه الشعب ينزل على عمله وينحفظ وينحمى من كل شيء. حسيتها جدية القصة هالمرة؟ إذا الزعماء السياسيين بدهم ياخدوها بشكل جدي بصير جدي، وإذا هن ما بدهم ياخدوها بشكل جدي ما رح تصير جدي. إذا كان البعض يعتبر أن هذا الانتشار الأمني هو انتشار حازم وجدي ويردع أي مواجهات أخرى فذلك ممتاز، لأن طرابلس فعلا تليق بها الحياة. ولكن إذا كان البعض يعتبر أن ما يحدث من انتشار أمني هو مسرحية، فأغلب الظن هي مسرحية إيجابية وجميلة، لكن الجميع يريد أن يكون هذا المشهد هو المشهد الأخير في مسرحية المواجهات في هذه المدينة. من طرابلس، رشا الكرم، قناة الجديد.